حينئذ يحين لهذه الدنيا الزوال، تزول هذه الدنيا وما فيها. متى؟ إذا زلزلت الأرض زلزالها. تذكر يا عبد الله، إذا زلزلت الأرض زلزالها. وقد قبل ذلك أمر الله إسرافيل عليه السلام أن ينفخ في الصور نفخة الصعق التي يموت فيها من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. ثم كما أخبر جل وعلا، ونفخ في الصور فصاعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. حينئذ يأذن الله بزوال هذه الدنيا. إذا زلزلت الأرض زلزالها، تصور إذا زلزلت الأرض زلزالها، تصور حدوث هذه الآيات. إذا الشمس كورت، وإذا النجوم انكدرت، وإذا الجبال سيرت، وإذا العشار عطلت، وإذا الوحوش حشرت، وإذا البحار سجرت. صور يا عبد الله، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقبض الله الأرض ويطوي السماء بيمينه ويقول أنا الملك أنا الملك. أين ملوك الأرض؟ لا إله إلا الله. نسأل الله أن يرزقنا جميعا حسن الخاتمة. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. رحلة إلى الدار الآخرة. أول من يحيي ربنا جل وعلا إسرافيل عليه السلام، لأنه هو الموكل بالنفخ في الصور. قبل ذلك يأمر الله السماء أن تمطر ماء كالطل، وقيل كالظل، تنبت منه أجساد الناس. حينئذ يأمر الله جل وعلا إسرافيل أن ينفخ في الصور، فيقول جل وعلا: ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. تصوروا يا عباد الله هذا المشهد، فإذا هم قيام ينظرون. ويقول جل وعلا: واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب، يوم يسمعون الصيحة بالحق، ذلك يوم الخروج. من أين الخروج؟ من الأرض يا عباد الله. لا إله إلا الله. اسمع يا عبد الله، يقول جل وعلا: وذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير. تصور يا عبد الله، يوم تشقق الأرض عنهم سراعا، ذلك حشر علينا يسير. لا إله إلا الله. يوم تشقق الأرض عنهم سراعا، ذلك حشر علينا يسير. سبحان الذي لا يعجز شيء في الأرض ولا في السماء. تذكر يا عبد الله ويا أمة الله أننا معهم نخرج من قبورنا لنقف على أرض القيامة على الصفة التي بيّنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، يوم أن قال: يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا. تعجبت عائشة رضي الله عنها فقالت: يا رسول الله، الرجال والنساء جميعا ينظر بعضهم إلى بعض. فيجيبها صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، الأمر أشد من أن يهمهم ذلك. والله الأمر أشد من أن ينظر بعضهم إلى بعض. لا إله إلا الله. تذكر يا عبد الله ويا أمة الله ذلك العرض على جبار الأرض والسماوات. متى؟ يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، وبرزوا لله
وبرزوا لله الواحد القهار. أين هم على أرض القيامة، الأرض التي وصفها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء كقرصة نقي، ليس فيها علم لأحد، ما فيها جبال ولا أشجار ولا أودية. أين الجبال؟ ذهبت يوم أن زلزلت الأرض زلزالها. ويسألونك عن الجبال، ويسألونك عن الجبال، ويسألونك عن الجبال، فقل ينسفها ربي نسفا، فيذرها قاعا صفصفا، لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. تكون أرض القيامة أرض مستوية يجمع الله عليها الأولين والآخرين. قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم. يجمعهم الله من بطن الأرض، من بطون الحوت، من بطون الطيور، من بطون السباع، ما يغادر منهم أحدا، رب العزة والجلال، ليقفوا على أرض القيامة رحلة إلى الدار الآخرة، رحلة من عالم القبور إلى عالم البعث والنشور. كم مقدر ذلك اليوم؟ يقول رب العزة والجلال: بسم الله الرحمن الرحيم، سأل سائل بعذاب واقع، للكافرين ليس له دافع، من الله ذي المعارج، تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. لا إله إلا الله. تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. ثم تذكر مع طول ذلك اليوم، تذكر ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم، كما في الحديث المتفق على صحته، يقول صلى الله عليه وسلم: يصيب الناس من الهم والغم والكرب ما لا يطيقون. لا إله إلا الله. يوم طويل. ثم تذكر خبر الرسول صلى الله عليه وسلم: تدنى الشمس من رؤوس الخلق حتى تكون منهم كمقدار ميل. ما الذي يحصل؟ أخبر صلى الله عليه وسلم أن الناس يعرقون في ذلك اليوم، ويذهب عرقهم في الأرض 70 ذراعا، ثم يفيض عليهم العرق، فمنهم من يكون العرق إلى كعبيه، ومنهم من يكون العرق إلى ركبتيه، ومنهم من يكون العرق إلى حقويه، ومنهم من يلجمه العرق الجامة. طال القيام واشتد الزحام واشتبكت الأقدام وبكت العيون وتفتتت الأكباد وأخرست الألسن وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. المؤمن له حالة، كما ذكرت لكم بعض حالات المؤمن، ما إنه له حالة يوم القيامة أنه يخفف على المؤمن حتى يكون كقدر ما بين صلاة الظهر إلى صلاة العصر. وهناك أيضا بشارة بشر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم اجعل لنا من هذه البشارة أوفر الحظ والنصيب. يا ربنا يا الله يا أرحم الراحمين، اجعل لنا من هذه البشارة أوفر الحظ والنصيب. قال صلى الله عليه وسلم: 7 يظلهم الله في ظله. لا إله إلا الله. 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، ورجل دعته امرأة ذات حسن وجمال، وفي رواية ذات منصب وجمال، فقال: إني أخاف الله. ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. ورجل ذكر الله خاليا
ففاضت عينه. المجال مفتوح والفرصة مهيئة. سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وبقية الناس أين هم؟ على أرض القيامة. ماذا ينتظرون؟ ماذا ينتظرون؟ صيبهم من الهم والغم والكرب ما لا يطيقون. يوم طويل وشمس حارة ولا مفر من الله إلا إليه. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. تذكر يا عبد الله ويا أمة الله ذلك الموقف العظيم يوم القيامة. لو علمت بهوله لفررت من أهل ومن أوطان. يوم تشققت السماء لهوله وتشيب منه مفارق الولدان. أرأيت الوليد الصغير الذي يموت في صغره ما ارتكب الذنوب ولا الخطايا، إذا بعث يوم القيامة يشيب رأسه من حول ذلك اليوم العظيم. يقول الله جل وعلا: يوم يجعل الولدان شيبا، يوم يجعل الولدان شيبا، السماء منفطر به كان وعده مفعولا. إنه يوم القيامة يوم طويل رهيب عصيب. ثم تذكر خبر الرسول صلى الله عليه وسلم يوم أن قال: ما منكم من أحد إلا سيكلمه الله. لا إله إلا الله، اللهم ارحم ذل عرضنا عليك يا رب العالمين. لا إله إلا الله. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. ما منكم من أحد إلا سيكلمه الله، ليس بينه وبينه ترجمان. قال صلى الله عليه وسلم: فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه. ثم قال صلى الله عليه وسلم: فاتقوا النار ولو بشق تمرة ولو بكلمة طيبة.